فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: الكذب الذي لا يضر أبدا ولا يضر بأحد، هل هو يأثم به الإنسان؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فلا يعود لسانه على الكذب ويكثر من ذلك، لأنه يعتاده يصبح سهلا عليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.